اجتمعنا اليوم مع عدد من وكلاء المناطق المحررة في الجانب الأيسر، اتفقنا معهم على آلية جديدة، وهي أن يقوم الوكيل بنفسه بالتفاعل مع العوائل المسجلة لديه وأن يقدم لنا قوائم بها، والوكيل الذي كان والمناطق التي ليس لها وكيل نعتمد على الوكيل في المنطقة أخرى من أجل شمول كل العوائل في كل الملفات التي نقدمها لها كالمساعدات وحتى الغاز والغاز وايل والنفط الأبيض. وكان هناك بعض الملاحظات تخص القيادات الأمنية، منها حرية الحركة للوكلاء أو للجنة التي شكلناها. اليوم أتينا إلى السيد عبد الغني الأسدي، اتفقنا معه على جملة من الأمور بما يضمن انسيابية العمل وبما يضمن تنظيم العمل وبما يضمن ويحافظ أولا على كرامة الإنسان في مدينة الموصل ومنعه من الوقوف تجنبه وقوف في الطوابير، وكثير من الناس ربما هم متعففين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى هذه الطوابير. في نفس الوقت هناك عوائل ربما كانت تستلم وجبة أكثر من مرة ومرتين، لذلك إن شاء الله سوف تكون هذه الآلية ناجحة. بالتنسيق مع مجلس المحلي لقضاء الموصل تم اليوم اللقاء مع الأخوة الوكلاء واللجان المشكلة لغرض إيصال هذه المساعدات، ووضعنا لهذه الآليات، ونعتقد بأنها سوف يتم تحقيق العدالة في إيصال هذه المساعدات سواء كانت من وزارة الهجرة والمهجرين أو من أي جهة أخرى، وبالتالي هذه الآلية اعتمدت ونحن نقلنا هذه الآلية والفكرة التي اعتمدت لمعالي رئيس قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، فرحب وأعطى بعض الملاحظات. سوف يتم الشروع بهذه الآلية في الأيام المقبلة إن شاء الله لتحقيق العدالة. نعم، ستكون هناك إجراءات سريعة إن شاء الله للمناطق التي تحررت والمناطق التي سوف يتم تحريرها لاحقا بإيصال المشتقات النفطية وحسب توجيهات وزارة النفط، وبالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين لجنة إغاثة النازحين بأسرع ما يمكن إن شاء الله. ونبشر هنا في مدينة الموصل بأن الإجراءات ستكون سريعة جدا وانسيابية في العمل لاحقاً.